حفله بتحصل دلوقتي يا جدعان وبطلها فينيسيوس. ريال مدريد ماسك برشلونه وزنقه في المباراه حاطط عليه. احب اقول لمشجعين برشلونه يا رب يكونوا اتمتعتوا بالحفله بتاعت النهارده. رقم 7 تقيل على برشلونه كلها قسما بالله. رقم 7 ده لما بينزل بيكسر الدنيا. فينيسيوس جاي من الاصابه فايق ورايق على بتوع برشلونه. ايه المتعه دي يا جدعان؟ الواحد طالع من ماتش المنتخب ومتنكل عليه يطلع يلاقي متعه الكلاسيكو. ايه المتعه والجمال ده؟ انا مبسوط قسما بالله، انا مبسوط جدا. عندك فينيسيوس وعندك بلينجهام وعندك رودريجو والدنيا خربانه، وبرشلونه يا عيني مزنوقه في ملعبها ومحطوط عليها. متكيف؟ متكيفه. عندك الواد فينيسيوس وعندك لعيبه الريال كيفوا لعيبه برشلونه، كيفوهم بمعنى الكلمه. يا ابني الكبير كبير، احنا الريال يابا. انت مين بقى؟ انت برشلونه صح؟ بقول لتشافي خد لعيبتك وروح، خد لعيبتك وروح. والله كفايه عليك كده، انت خدت على دماغك كتير يا عيني. والله العظيم صعبانين عليا، منزل لي يا عيني شويه عيال عشان يطلع يقول لك في الاخر ايه ده كسبنا بالعيال، كسبنا بالعيال. احنا مش بتوع عيال يابا، احنا بتوع الكل. انت شفت ريال مدريد وانشيلوتي عمل فيك ايه؟ رايقين النهارده، لعيبه الريال رايق النهارده، نازله تعمل حفله عليكم وبطلها المطرب بتاعنا فينيسيوس. يا رب يكونوا اتمتعتوا بالحفل، يا رب يكونوا اتمتعتوا بالحفل. ومعلش معلش اذا كنا نكدنا عليكم قبل ما تناموا بس كده. يلا سلام.